تبياني نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزا والخير لأجل الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من هذا البرنامج أسرار القرآن، الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يفقههم في كلام الله سبحانه وتعالى، فإنها نعمة عظيمة لا يعدلها نعمة، ومنة كبرى لا يعدلها منة، أن يفرغ الله جل وعلا في حياة الإنسان وقتا عظيما فيقضي هذا الوقت في تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن العظيم أثره يكون عند تلاوته، لكن أثره أيضا يكون مع تدبره. فالله جل وعلا قال في كتابه الكريم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن حتى يكون مؤثرا في نفس الإنسان لابد أن يكون العبد معه متأملا في معاني هذا القرآن العظيم وفي أسراره. فإن من الأوجه العظيمة التي أثرت في قلوب الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن العظيم. ولذلك لو أخذنا جولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لنرى مدى تأثير القرآن في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لوجدنا في ذلك عجبا. تأمل معي، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يصف لنا شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح سورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يركع آخرها، ثم مضى، ثم افتتح سورة النساء، ثم مضى، ثم افتتح سورة آل عمران، ثم مضى، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها استعاذة استعاذ بالله جل وعلا، فكان يتفاعل ويتدبر لهذا القرآن العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. القلوب إذا خشعت ولانت رقت، وإذا رقت القلوب فبكت من خشية علام الغيوب، فهذا دليل على إرادة الله جل وعلا الخير بها. القلوب إذا رقت وخشعت من كلام علام الغيوب جل وعلا فهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى أراد بها الخير. وأعظم ما يجعل القلوب رقيقة مطمئنة آمنة هو أنها تعيش مع هذا القرآن العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في كل أحواله: الذين يذكرون الله قياما
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا من تدبر القرآن الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم ما تصفه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس بأحواله، فكانت تقول رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. وهذه رسالة لأهل القرآن لأبنائنا حفظة كلام الله جل وعلا الذين شرفهم الله بالقرآن، الذين أنار الله قلوبهم بكلامه جل وعلا، الذين أعلى الله مكانهم ورفع منارهم بهذا القرآن العظيم، نقول لهم كونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن يقول ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام، وبنهاره إذا الناس مفطرون، ويعرف كذلك بحفظه للسانه إذا الناس يخوضون في أعراض الآخرين. كل هذا ينبغي أن يكون على بينة منه المسلم أن القرآن لا بد أن يكون له أثر في حياته. لكن ما معنى كان خلقه القرآن؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى وإنما كان خلقه القرآن لأنه حكم القرآن على نفسه، حكم القرآن على نفسه، فصار في حياته وفي قوله وفي فعله عليه الصلاة والسلام موافق لكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن له أثر عظيم على نفس المسلم، لكن أثر القرآن إذا خيم الليل بظلامه ونام الناس يختلف كثيرا. ولذلك أمرنا الله جل وعلا وشرع لنا قيام الليل ليناجي فيه العبد ربه سبحانه وتعالى. تأملوا معي في هذا الموقف، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي تحت شجرة وهو يبكي عليه الصلاة والسلام. وهنا أريد أن أنبه على قضية مهمة، بعض الناس يقولون القضية أصبحت كأن الكلام مرتبط بالحزن والقرآن، لا، هذا البكاء ليس حزنا ولكنه بكاء المحب لربه جل وعلا. ولذلك يفرق الإنسان بين البكاء الذي يكون في الدنيا لأجل الدنيا وبين البكاء الذي يكون من خشية الله. البكاء الذي يكون من أجل الدنيا يجد الإنسان معه ضيق وظلمة وهم وغم في صدره، بينما البكاء الذي يكون من خشية الله فلا بد أن يعقبه راحة وفرح وسرور في قلب الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كان ليلة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه ويصلي ويقرأ ويبكي بكاء عظيما، حتى دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام يبكي بكاء عظيما، فقال يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال لقد أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها، ويل لمن قرأها ولم يعمل بها.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. القرآن له تأثير عظيم في تهذيب النفوس وفي إصلاحها، وإذا ما أردتم أن تنظروا إلى أثر هذا القرآن فانظروا أيضا إلى أثره على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. كيف كان عمر رضي الله عنه قبل القرآن، وكيف أصبح بعد القرآن؟ كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يعيشون حياتهم قبل القرآن وبعد القرآن؟ هذا ما نتحدث عنه بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان. جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.